بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالبات الصف الرابع في عام دراسي جديد، إن شاء الله يكون عام سعيد علينا وعليكم. ده شكل الكتاب مبدئيا، كتاب الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي 2020-2021. اليوم احنا بس بندرس الأهداف، أهداف الوحدة، و نبذة بسيطة عن الدروس اللي احنا هنتعرض ليها في الوحدة دي. أهدافنا اليوم أن تتعرف الطالبة على أهم النقاط التي سيتم دراستها عبر الوحدة الأولى. أن تتذكر الطالبة مكونات الواجهة الرئيسية لبرنامج وورد. أول حاجة مبدئيا إن شاء الله دي عندنا أول وحدة، الوحدة الأولى، التعامل مع المستند. التعامل مع المستند دي الوحدة اللي احنا ان شاء الله هناخدها. اول حاجة فيها مجموعة من الدروس، ودي الوحدة الثانية هنتعرض ليها بعدين ان شاء الله. عندنا مجموعة من الدروس هنا: صحتك والحاسوب، تنسيق الفقرة، يعني لو عندي فقرة انا كتبتها فعايزة اخرجها بشكل كويس، وده طبعا بيكون من خلال برنامج الوورد اللي هنشوفه دلوقتي. ازاي اعمل ادراج وتحرير صور، يعني ازاي احط صورة على الوورد واعمل لها تحرير، يعني تعديل، اعدل فيها شويه تعديلات. البحث والتدقيق، ازاي مثلا لو انا عندي كلمه خطا ازاي اقدر ان انا اصلحها، او كلمه خطا سواء نحويا او لغويا. عرض المستند وطباعته، ازاي بعرض الملف الوورد بتاعي واقدر ان انا اطبعه. عندنا هنا اهداف او ماذا سنتعلم في هذه الوحدة. هنتعلم ازاي ان احنا نستخدم الحاسوب بطريقة آمنة، بحيث ان انا استخدم اي اجهزة، مش الحاسوب عامة، سواء تابلت او سواء موبايل، ان انا ازاي استخدم الاجهزة دي بطريقة آمنة علشان ما تضرنيش سواء صحيا سواء نفسيا سواء اجتماعيا. بعض قواعد كتابة الفقرات، ازاي بنكتب فقرة زي ما اتفقنا، ودي ليها برنامج الوورد. ازاي اغير المسافة البادئة، يعني المسافة اللي انا ببدأ بيها الكلام في برنامج الوورد، ازاي مثلا اخليها اكبر او اخليها اقل. تغيير المسافه بين الاسطر، لو انا عندي سطر وسطر فعايزه المسافه بينهم تكون اكبر شويه. تغيير تباعد الحروف، اضافه حدود وتظليل للفقره، ادراج الصور، البحث واستبدال كلمه او جمله داخل المستند، وهكذا. طيب، زي ما اتفقنا مواضيع الوحده، الدروس اللي احنا اخذناها، عندنا الادوات اللي احنا هنستخدمها. ويندوز 10، يعني اللي هو الويندوز اللي بيكون عندنا على اللاب بتاعنا، مش شرط تاني، يعني ممكن اي حاجة تكون عليها الوورد مفيش مشكلة. والبرنامج بقى اللي احنا هنستخدمه اللي هو برنامج الوورد. تمام. طيب، مبدئيا احنا هنفتح مع بعض برنامج الوورد علشان نشوف الواجهة الرئيسية للبرنامج. ادي ده عندي برنامج الوورد. تمام. البرنامج ده انا بستخدمه علشان عايز اكتب فقره، زي ما قلنا دلوقتي في الايه، في الاهداف. تمام. انا دلوقتي ممكن نكتب كده فقره مع بعض. ده شكل البرنامج عامه. انا عندي هنا كل واحده من دول بسميها مجموعه، يعني اللي هي بين ده وده، الجزء ده مجموعه والجزء ده مجموعه والجزء ده كله على بعضه مجموعة. طيب، اسم المجموعة موجود تحت اهو، دي كمان مجموعة، دي كليب بورد، ده اسم المجموعة. فونت، اسم المجموعة، فونت يعني خط. المجموعة دي احنا اكتر حاجة هنستخدمها، يعني هيبقى ده، وفي الاغلب ده كمان. طيب، الفونت اللي هو الخط، دي بقى كل حاجة خاصة بالخط، ازاي اكبر الخط، ازاي اصغر الخط، ازاي اخليه بولد عريض، ازاي اخليه مائل، ازاي الونه، ازاي اعمل هايلايت، وهكذا. هنا بيكون خاص بالباراجراف بتاعي، لو انا عايز اعمل مسافات بين الاسطر، لو انا عايز اعمل حدود، يعني احط الفقره بتاعتي كده في حواليها حدود كده زي تيبل كده، لو مثلا عايزه الخط بتاعي يبقى يمين، الخط بتاعي يبقى في الوسط، الكلام بتاعي يبقى في اليسار، وهكذا. تمام. يبقى المجموعه دي اسمها باراجراف، المجموعه دي اسمها ستايلز، وهكذا. طيب، انا عندي الكلام المكتوب فوق ده اسمه علامه التبويب. انا هنا واقفه في علامه التبويب اللي اسمها هوم.
طيب لو انا دوست على دي insert، لو انا واقفة علامة التبويب دي بيدخلني على حاجات، على مجموعات تانية، كل مجموعة زي ما اتفقنا ليها اسم، design، page layout، وهكذا. كل دي بسميها علامات تبويب، خلاص. ودي المجموعة وده اسم المجموعة، تمام. طيب insert عامة خاصة بإيه؟ خاص معناها إدراج. إدراج يعني أنا هدخل حاجة على الوورد بتاعي، زي ما قلنا دلوقتي إزاي أحط صورة على البرنامج بتاعي، تمام. طيب ده مبدئيا شكل البرنامج بتاعنا، هو سهل جدا وبسيط، وإن شاء الله طبعا بندرسه باستفاضة أكتر بإذن الله. ممكن كده نجرب مع بعض، نكتب حاجة مثلا، نكتب السلام عليكم مثلا، طالبات الصف الرابع، طالبات الصف الرابع، تمام. مبدئيا يعني كده ازاي بنكتب على الوورد، طبعا من خلال الكيبورد. في عندنا ممكن نكتب بالعربي، ممكن نكتب بالانجليش، طبعا زي ما اتفقنا نقدر نكبر الخط او نصغر الخط، نقدر نلون الخط، بس كل الحاجات دي هناخدها ان شاء الله واحدة واحدة في بداية الدرس الثاني ان شاء الله، اللي هو خاص بتنسيق الفقرة أو الكتابة في برنامج الوورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.